عندما تواجه الحيوانات تحديات تتجاوز قدرتها الطبيعية، تلجأ إلى البشر بحثاً عن المساعدة والرعاية. يبرز هذا التفاعل بين الإنسان والحيوان كمثال على التعاون الطبيعي والتفاهم المتبادل بين الكائنات المختلفة في عالمنا. اليوم نعرض لكم حالات لأشخاص أنقذوا حيوانات كانت على وشك الموت. في قرية صيد صغيرة تمتلئ البيوت بشباك صيد الأسماك، والقطط المحلية تعشق لعبها فيها وتتمتع برائحة الأسماك. ولكن تصادفت بعض القطط أثناء لعبها أو بحثها عن الطعام في هذه الشباك، وكانت النتيجة تعلقها فيها. وفي محاولة لمساعدتها، قامت امرأة من القرية بقص شباك الصيد لتحريرها، لكن القطط فرت قبل أن تنجح في إزالتها. عانت القطط على هذا الحال لفترة طويلة، ولكن بعد سنة واحدة اكتشف أحد سكان القرية القطة مرة أخرى وهي لا تزال محتجزة في شبكة الصيد، ولكن هذه المرة مع صغيرتها المرتبكة التي كانت تحاول شرب حليب أمها. بينما كانت الأم تبحث عن الطعام، كان جسم الصغير يتألم وهو يتمزق من الألم. حاول الناس مراراً الاقتراب من القطة لمساعدتها، لكنها كانت تهرب بعيداً. لذلك قاموا بدعوة فريق الإنقاذ للمساعدة. عند وصول الفريق اكتشفوا وجود صغيرة أخرى مختبئة بعيداً، ولم تكن قادرة على التحرر بمفردها في المنزل. تم وضع القفص مع الطعام، وعندما عادت القطة وكانت كل شيء على ما يرام، وضع رجال الإنقاذ القفص وغادروا المكان. ولكن بعد سقوط القطة في الفخ، تم نقلها إلى العيادة البيطرية. هناك قام الأطباء بإزالة شبكة الصيد من رقبتها وعلاجها وصغارها بعناية فائقة. الآن بعد العناية والعلاج، يمكن للقطة وصغارها العيش حياة طبيعية وآمنة. وفي لحظة أخرى يتسابق شابان لإنقاذ غزال صغير يصارع الماء، يدركان أن الغزال بحاجة إلى يد الإنسان للبقاء. بعد تدابير الإنقاذ يعود الغزال بفضل عطفهما إلى قطيعه. في هذا المشهد يتعرض فيل ضخم لمحاولة صيد غير شرعية، حيث يصيبه الرصاص في جمجمته، لكن يظل صامدا رغم الألم الشديد. يأتي البيطريون لمساعدته، لم تقتله الرصاصة بل سببت له ألما شديدا جدا جعله هائجا للغاية. قام البيطريون بالحضور له في الحديقة وقاموا بعلاجه واستخراج الرصاصة، وقالوا على الرغم من صعوبة الموقف إلا أنه نجا من الموت بأعجوبة. في ولاية كرناتاكا بالهند شهد الناس مشهدا غير عادي، حيث كانت كوبرا سامة تشرب الماء مباشرة من يد البشر. وقع الاكتشاف عندما عثر الناس على ثعبان كوبرا ضخم يبلغ طوله 4.5 أمتار، يظهر عليه علامات الجفاف. بالرغم من الخطر، قام رجل شجاع بتقديم الماء إلى الثعبان قبل أن يتم نقله إلى مركز خاص للعناية به. بفضل العناية والمتابعة الطبية تم شفاء الثعبان تماما، وتم إعادته إلى البرية مرة أخرى. هذا الفعل البسيط من الإنسان أدى إلى إنقاذ حياة مخلوق مهم بالنسبة للبيئة المحيطة به. منذ ما يقرب من عام، وجد الكلب الأسود الضخم نفسه متشردا في الغابة بعد تركه من قبل أصحابه. تعرض الكلب للعديد من المشاكل التي كادت تؤدي إلى موته بسبب تصرفات بعض الأشخاص غير المسؤولين. لقد لاحظ السكان المحليون في يوم من الأيام مصيدة ملتصقة بقدم الكلب، حاولوا بجد إنقاذه لكن دون جدوى. بعد 5 أيام قرر فريق إنقاذ الحيوانات التدخل. اللافت للنظر هو أن متطوعين من ولاية أخرى جاءوا لتقديم المساعدة. حاولت فتاة متطوعة إغراء الكلب بالطعام والتحدث معه لكسب ثقته، لكن الكلب هرب مجددا بسبب حركة مفاجئة. قام فريق الإنقاذ بوضع شبكة حول الكلب لمنعه من الفرار، وبعد ذلك تم نقله إلى الطبيب البيطري لإزالة المصيدة. عاد الكلب إلى الحياة بعد العلاج والجراحة، وأصبح قادرا على المشي بشكل طبيعي مرة أخرى، مما جعل هيرمان يشعر بالفرح والامتنان. تلقى فريق إنقاذ الحيوانات مكالمة استغاثة من الموظفين الذين سمعوا أصواتا غريبة فوق سطح المؤسسة. عند وصول الفريق سمعوا صوت مواء القطة في البعد. كان الموظفون قد وضعوا مصائد غراء للفئران فوق السقف، وكانوا قلقين من أن القطط قد تقع فيها. بعد إزالة المصابيح والتحقق من التجاويف، لاحظ الفريق القطط المحتجزة. بالرغم من استخدام الكاميرات للبحث عن الغطاء، إلا أن البحث كان دون جدوى. اضطر الفريق إلى بحث آمن تحت السقف، حيث كانت الظروف صعبة بسبب وجود أنابيب وأسلاك. وجدوا قطة صغيرة ملتصقة بالغراء ومغطاة بالغيرة، وكانت تعاني وتخاف. قام الفريق باستخدام الزيت لذوبان الغراء، ثم تم رفع القطة بأمان. حاول الفريق العثور على القطط الأخرى، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.
تم نقل القطة إلى عيادة بيطرية حيث تم فحصها وتقديم العناية اللازمة. تبين أن القطة كانت ملتصقة في الغراء لمدة شهر، ولكنها تم إنقاذها في الوقت المناسب. أعطى الأطباء القطة الفيتامينات لتعزيز نظامها الغذائي. يأمل الجميع أن يظلت القطة الأم على قيد الحياة ويعيشون حياة سعيدة بجانب صغارها. في إحدى المناطق الممنوعة للصيد، يقف الشاب حارس الغابة والصياد يتأمل في جمال الطبيعة المحيطة به، لكن يعرف جيدا أن هذا المكان ليس آمنا من التجاوزات لقوانين الصيد. يواجه هذا الشاب تحديات يومية، فبينما يتجول في غاباته يصادف ذئبا كبيرا محتجزا داخل مصيدة، تحديا جديدا ينتظره. بدلا من تجاهل الموقف، قرر الشاب التدخل، يعلم أن الرحمة والإنسانية هي مفاتيح العدالة في عالم مليء بالتحديات. هذا الحصان سقط في مجرى المياه الملوثة في أحد مدن كولومبيا. كان يوجد مجرى مياه ممتلئ بمياه متسخة، وبالتالي كان ممنوع السباحة فيه، ولكن سقط فيه حصان صغير، فقد كان المجرى عميقا ولم يستطع الحصان الوقوف مرة أخرى، وظل في الماء البارد لعدة ساعات حتى رآه الناس وأنقذوا. هؤلاء الناس أبطال حقا، لأنهم بذلوا مجهودا كبيرا في محاولة إنقاذ الحصان، حيث كانوا معرضين أنفسهم للسقوط داخل المجرى. ما حدث لهذا النسر وما أدى إلى سقوطه في الماء لا يعلمه أحد بالضبط، ومع ذلك وجد صياد النسر وعمل جاهدا لإنقاذه. في البداية كان النسر يحاول الطيران، لكن ذلك كان يؤدي إلى دفعه بعيدا في الماء، لكن في نهاية المطاف نجح الصياد في إخراج النسر من الماء وجف في أجنحته. بعد ذلك أطلق سراح النسر ليحلق بعيدا في السماء ويعود لحريته مرة أخرى. كان هذا الكلب يتجول وحيدا في شوارع المدينة، يعاني من الجوع والهزال الشديد، ولكن بفضل دعم وعناية المتطوعين تغيرت حياته تماما. تمت العناية به وعلاجه، وتم منحه مأوى وطعام يومي، والآن يظهر بمظهر جديد تماما، بشعر لامع وحيوية متجددة، وقد وجد مالكا جديدا يعتني به بحب ورعاية. في ساحة أحد المراكز التجارية انتبه الناس إلى نداء قطة يائسة، ليكتشفوا أنها محاصرة داخل أنابيب الصرف الصحي. في البداية حاول الناس إنقاذها بأنفسهم، لكن سرعان ما أدركوا صعوبة المهمة وطلبوا المساعدة من فريق الإنقاذ. بعدما يقارب 23 ساعة من الجهود المضنية، تمكن الفريق من إنقاذ المخلوق الصغير وإعطائه اسم بيتر، ولطفل البشر الذي قام بمحاولة إنقاذه فقد قرر تبنيها وأخذها معه لتجد مأوى جديدا في منزله.
هذا المهر الصغير ذو حوافر طويلة يحمل قصة تحول مذهلة. ترك صاحبه حوافره تنمو دون تجذيب لمدة 10 سنوات، مما جعلها ثقيلة وطويلة للغاية. ولكن حان دور فريق من النشطاء الذين جمعوا جهودهم لإنقاذه. بفضلهم تغيرت حياة المهر تماما، وأصبح يعيش الآن في أمان ورعاية. تم العثور على هذا الكلب المريض في ولاية فلوريدا بواسطة بعض السياح العابرين الذين لم يترددوا في الاتصال بفريق النجدة. حضر الفريق وعمل جاهدا لمساعدة الكلب، حيث تم نقله إلى مأوى الكلاب. ومع أن الكلب لم يكن قادرا على المشي، فقد قاموا بحمله بعناية باستخدام منشفة. كان الكلب يعاني من حالة مرضية خطيرة، وكان متسخا للغاية، ولكن بفضل جهود البيطريين والرعاية الطبية تمكنوا من علاجه وتحسين حالته بشكل كبير. الآن أصبح الكلب قويا وجميلا. ها هي البقرة تسقط في البئر بطريقة غامضة، وعلى الرغم من أن لا أحد يدرك كيف وصلت إلى هذا المكان، إلا أنها وجدت نفسها محاصرة في بئر ممتلئة بالماء. كلما حاولت الخروج لتجنب الغرق زادت يأسا، حتى حضر رجلان شجاعان ليخرجاها دون أن يبالوا بالمياه الملوثة. وبعد ربطها بحبال وسحبها بمساعدة 10 آخرين تم إنقاذها دون أي أذى. هذه البقرة انزلقت عن طريق الخطأ في حفرة عميقة تبلغ عمقها حوالي 10 أمتار بالقرب من المزرعة التي تعيش فيها. وعندما أدرك أصحابها مأساتها، قرروا الاتصال بفريق الإنقاذ الذين جاءوا مجهزين بأدوات خاصة ورافعة، وبذلوا جهودا كبيرة لربطها ورفعها إلى السطح. ولحسن الحظ لم تتعرض لأي إصابات خطيرة أو مرض أثناء تواجدها في الحفرة، لكن يمكن تخيل مدى صعوبة بقائها هناك لمدة 3 أيام. هذا الكلب كان ضحية لفخ الصيد، حيث واجه الضغط المؤلم على حافة الفخ الذي وضعه صياد على ما يبدو. بمجرد أن وقع في الفخ وجد نفسه في موقف خطير، ولكن بعدما تمكن أخيرا من الإمساك به تم نقله فورا إلى طبيب بيطري، وبالأسف كان الخيار الوحيد هو بتر ساقه. وبهذا نصل إلى نهاية رحلتنا المثيرة معا. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ومثير، ولا تنسوا أيضا الضغط على زر الإعجاب إذا استمتعتم بالمحتوى. شكرا لكم على متابعتكم ودعمكم المستمر، ونراكم في مغامرة جديدة قريباً.